Bonjour. Notre nouvelle leçon pour aujourd'hui en maths est les formes géométriques. Le carré, le triangle, le cercle, le rectangle. صباح الخير. درسنا اليوم بمادة الرياضيات لحكون عن الأشكال الهندسية. المربع، المثلث، الدائرة والمستطيل. بالبداية لازم نتعرف يا أحبائي على عائلة الأشكال الهندسية، وعائلة الأشكال الهندسية مؤلفة من أربعة أشقاء. أخوة، الأخ الأكبر وهو المستطيل لو ريكتانجل، الأخ الأصغر وهو المربع الكري، الأخ الأصغر منه وهو المثلث لو تريانجل، والأخ الصغير وهو لو سيركل الدائرة. بالبداية بدنا نتعرف على الأخ الأكبر، الأخ الأكبر وهو لو ريكتانجل المستطيل. المستطيل مؤلف من أربعة أضلاع، ضلع 2 3 4، كل ضلعين متساويين مع بعض، كل ضلعين متقابلين متساويين مع بعض، يعني هذا الضلع قد هذا الضلع وهذا الضلع قد هذا الضلع. أما إذا جينا نحكي عن الأخ الثاني فهو المربع. المربع بيشبه المستطيل شوي ولكن بيختلف عنه بعض الشيء. المربع الأربع أضلاع متساويين مع بعض، يعني كل الأضلاع هذا الضلع قد هذا الضلع قد هذا الضلع قد هذا الضلع. أما إذا جينا نحكي عن الأخ الثالث وهو المثلث، المثلث مؤلف من ثلاثة أضلاع، ضلع 2 3، ومؤلف من ثلاثة زوايا، زاوية 2 3، تروازانجل يعني أربع ثلاث زوايا وثلاث أضلاع تروكوتي. أما إذا جينا نحكي عن الدائرة، الدائرة مسكرة مش مؤلفة من أضلاع، الدائرة مسكرة مش مؤلفة من أضلاع، الدائرة عبارة عن منحنى مغلق يعني مسكرة، مش مثل الكري والتريانجل والريكتانجل إلى أضلاع، منحنى مغلق. بدنا نرسم مع بعض الأشكال الهندسية. أول شيء بنبلش بالريكتانجل، نرسم الريكتانجل باللون الأحمر، وأكيد بدنا نستعمل ماستر. بلش من هيدي النقطة، هذا الضلع قد هذا الضلع وهذا الضلع قد هذا الضلع. نرجع نرسم تريانجل نرسمه باللون الأخضر. نرجع نرسم الروم يعني الدائرة باللون الأزرق. نرجع نرسم الكري باللون الأسود. هاي بكون خلصنا من رسم الأشكال الهندسية. هلا بدنا نعمل أنا وياكم إكزرسيس صغير، نشاط صغير عن الفورم جيومتريك الأشكال الهندسية، الدائرة، المربع، المثلث، والمستطيل. نحن عندنا هون بيوت لهودي الأشكال، وكل واحد من هول الأشكال طلع من بيته،
الاربعه طلعوا من بيوتهم وما عادوا يعرفوا كيف بدهم يرجعوا على البيت. نحن بدنا نردهم هلا على هودي على البيوت، بدنا نرجع نفوتهم على البيت. مثلا بالنسبه للدائره، الدائره اجت بدها تفوت على بيتها بس ما عرفت اي بيت بدها تفوت عليه من هول البيوت الاربعه، او يكون اي بيت من هول البيوت الاربعه بيشبه شكل الدائره. هذا البيت لا، هذا البيت لا، هذا البيت برافو برافو عليكم، هذا البيت بيشبه شكل الدائرة، ليكم كيف شكله مثل الدائرة، بتفوت الدائرة وبتقعد بالبيت. هلا بالنسبة للمربع، اجى المربع بده يفوت على بيته وما كان يعرف يفوت على البيت، نحن تذكروا معنا شو كنا حكينا عن المربع، انه شو له أربع أضلاع متساوية، يعني أربع أضلاع قد بعض، أو كمان هون في بيت فيه أربع أضلاع متساوية، أحسنتم أحسنتم، هذا هو البيت، في أربع أضلاع متساوية على شكل المربع، فبيجي المربع وبيفوت على البيت. اما بالنسبه للمثلث، اجى المثلث هاي كمان بده يفوت على البيت، ما كان يعرف يفوت على البيت. وين في شكل المثلث هون بهول البيتين اللي بعد بقوا؟ هون هذا شكل المثلث، احسنتم، بفوت على البيت بيقعد جوا، بيجي الريكتانجل بالاخر المستطيل وبيفوت على هذا البيت، شكله مثل شكل الريكتانجل هاي. عندنا هون اكزرسيس صغير بدنا نعمله، في عندنا هيدي اللوحة فيها شكل بيت وجرار زراعي نائل صندوق. نحن في عندنا سقف البيت، سقف البيت لأي شكل من الأشكال الهندسية بيشبه؟ هيك هيك هيك، لأي شكل من الأشكال الهندسية بيشبه؟ برافو عليكم يا شاطرين، للمثلث. نحن بنحمل المثلث الموجود هون وبنحطه هون. طيب جدار البيت، جدار البيت يعني الحيط تبع البيت، لأي شكل من الأشكال الهندسية بيشبه؟ برافو يا شطار، برافو، بيشبه للكري للمربع، نجيب المربع ونحطه هون. عندنا الغرفة اللي بيقعد فيها السائق الجرار الزراعي، لأي شكل من الأشكال الهندسية بيشبه؟ كمان برافو، للمربع، نجيب المربع ونحطه هون. عندنا الإطار تبع الجرار يعني دولاب الجرار، لأي شكل من الأشكال الهندسية بيشبه؟ برافو عليكم، للرون للدائرة، نجيب الدائرة ونحطها هون. عندنا الصندوق الموجود بالجرار الزراعي من ورا، لأي شكل من الأشكال الهندسية بيشبه؟ برافو عليكم يا شاطرين، بيشبه للمستطيل، نجيب المستطيل ونحطه هون، وهيك بتكون اكتملت اللوحة كلها. ميرسي لأنو استمعتولي بهذا الدرس، وإن شاء الله نشوفكم بحصص جديدة وبدروس جديدة. أورفوار.